مصر تقلب الطاولة بأكملها على الجزائر. نستطيع أن نقول الآن باي باي القمة العربية. مرحبا، معكم بالبيس باسل شويك. إن شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة بسلامة. بهذا فيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا فيديو رح نشوف مصر تقلب الطاولة بأكملها على الجزائر، فما هي القصة؟ نعم، نستطيع أن نقول الآن باي باي للقمة العربية. وأيضا عنا موضوع هام، ستة قادة تم الإعلان عنهم الآن بعد بن سلمان، أعلنوا انسحابهم من القمة العربية، فماذا يحدث؟ قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحط لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشير صح. قبل ما نبتدي هذا الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو، لأننا سوف نبتدئ بتقرير سري أتى الآن، معلومات خطيرة وهامة للغاية، فيرجى دعمنا بزر اللايك من أجل أن لا تتعرض هذه القناة لتبليغات بعد هذه المعلومات التي سوف نعلن عنها الآن. ودعونا نبتدئ بالموضوع الأول، خطير جدا ما يجري داخل مخيمات تندوف. على بعد أيام من موعد القمة العربية نتفاجأ بخبر الآن مثير للغاية، ميليشيات من الحرس الثوري الإيراني تتوغل داخل مخيمات تندوف بدعم جزائري. ذكرت مصادر متطابقة الآن أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قد ولجوا التراب الجزائري بشكل سري للغاية وبتنسيق مع أجهزة مخابرات العسكر الجزائرية. وفي ذات الإطار كشف الإعلامي المغربي مصطفى العسري أن الحرس الثوري الإيراني قد وصل تندوف، حيث نزل بفندق يسمى الجبيلات بتندوف الجزائرية تحت حماية العسكر الجزائري. وقال مصطفى العسري في مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، إن ميليشيات من الحرس الثوري الإيراني قد دخلوا الجزائر عبر الحدود الموريتانية الجزائرية. وأضاف العسري أن هؤلاء الإرهابيين يخططون لمهمة ما من شأنها زعزعة الأمن القومي للمملكة المغربية، إذ يستعدون للمكوث لأسابيع بمعسكرات انفصالي البوليسيرو لتدريبهم على كيفية استخدام طائرات الدرون ضد أهداف مغربية وضد أفراد القوات المسلحة الملكية لم يتم تحديدها بعد. وجدير بالذكر أن جبهة البوليسيرو الانفصالية قد تسلمت مؤخرا أجهزة عسكرية وطائرات حربية بدون طيار من إيران بوساطة جزائرية، ما يؤكد تورط النظام الجزائري في زعزعة استقرار دول الجوار لأطماع توسعية. ما نقوله الآن هو أمر خطير للغاية وتم الكشف عنه الآن من تقارير سرية. لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجزائر التي تدعي بأنها تريد لم شمل العرب، اليوم نراها تريد زعزعة استقرار المنطقة. ويبقى السؤال، لماذا دخل الحرس الثوري الإيراني في هذه الأيام قبل أيام معدودة من موعد القمة العربية؟ نتمنى من الجميع الضغط على زر اللايك من أجل أن ينتشر هذا التقرير السري على نطاق واسع، لأن هناك أمرا ما يحدث بالخفاء. نعم، على ما يبدو رغم تحذير الجامعة العربية للجزائر وأيضا رغم تحذير دول الخليج للجزائر، ما زالت الجزائر تضع يدها بيد إيران. ودعونا الآن ننتقل في ذات السياق إلى حساب قديم بين السعودية والجزائر. الأمير بن سلمان يرسل رسالة إلى تبوك. يبدو أنه بالفعل السعودية لها حساباتها الخاصة مع النظام الجزائري، حيث كشفت عدد من المصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية سيكون على موعد مع عدد من الأنشطة الدبلوماسية، وذلك خلال شهر نوفمبر، حيث سيزور الهند وألمانيا، إضافة إلى سفره إلى أندونيسيا لحضور قمة
العشرين. ويتضح من خلال هذه الأنشطة أن ولي عهد المملكة السعودية وجه بالفعل ضربة موجعة للنظام الجزائري بعدما قرر عدم الذهاب للجزائر لحضور القمة العربية المزمع إقامتها بداية الشهر القادم. وأضافت مصادر أخرى في ذات السياق أن القرار السعودي ربما من وراءه أشياء كثيرة لم يتم الكشف عنها إلا مع مرور الوقت. ويبقى السؤال الآن، هل التقارب الجزائري الإيراني وما يحدث الآن له علاقة بانسحاب عدد كبير من قادة الدول العربية؟ لأننا الآن سوف نعلن أيضا عن 6 قادة انسحبوا بعد بن سلمان. قالت مصادر متطابقة اليوم إن الإعلان عن غياب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن القمة العربية المقبلة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل يرفع عدد القادة العرب الغائبين عن القمة إلى 6 قادة. وقالت مصادر مقربة من لجنة التحضير للقمة لوكالة الأناضول إن 5 قادة عرب أبلغوا الجزائر قبل بن سلمان بتعذر مشاركتهم في القمة. وأضافت أن أمير الكويت نواف الأحمد الصباح لن يشارك في القمة وسينوب عنه ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، كما سينوب نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم عن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان. وأيضا من المرجح أن ينوب وزيرا خارجية سلطنة عمان والبحرين عن سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وفق المصادر. كما أفادت المصادر أن الرئيس اللبناني ميشيل عون لن يشارك في القمة العربية بسبب عقد مجلس النواب جلسات الانتخاب خلف له، حيث تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري. ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، هذا إن نعقدت. وعلى هذا الأساس نحن نتكلم اليوم عن السعودية وأيضا الأردن وأيضا الإمارات وأيضا لبنان وأيضا سلطنة عمان وأيضا البحرين وأيضا الكويت، جميعهم اعتذروا عن حضور القمة العربية. على ما يبدو بعد هذا الخبر الذي تكلمناه الآن الجزائر تعيش بصدمة حقيقية. ولم ننتهي هنا، الضربة القاضية مصر تقلب الطاولة على الجزائر. عجل، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن توافق مصري خليجي على عدم عقد القمة العربية في الجزائر. وقال مصدر دبلوماسي مصري بأن دول الخليج مترددة حول انعقاد القمة في موعدها بسبب التقارب الجزائري مع إيران في الفترة الماضية، على الرغم من التوترات المشتعلة بين طهران وبعض العواصم الخليجية. وكشف مصدر دبلوماسي مصري آخر بوجود حالة من الجفاء بين مصر والجزائر بعد أسرار الأخيرة على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا. واعتبر في ذات السياق دبلوماسي مصري أن العلاقات بين مصر والجزائر بدأت تسير بمنعطف جديد نحو الخلاف، لأن القاهرة تعتبر أن مسار العلاقات الجزائرية الإثيوبية في الوقت الراهن يعد بمثابة تحالف يتعارض مع المصالح المصرية. وفي نفس السياق أوضح الدبلوماسي المصري أن من أسباب تفضيل مصر لتأجيل انعقاد القمة هو أنه على الرغم من أن مصر التزمت بعدم الانحياز لطرف دون الآخر في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء المغربية، وعلى الرغم من تأكيد المغرب دعمه الكامل لمصر في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، على عكس الموقف الجزائري الذي جاء منحازا لأديس أبابا. وعلى هذا الأساس مصادر مصرية اليوم تتكلم عن توافق خليجي مصري وذلك من أجل تأجيل القمة العربية. ويبقى السؤال الآن، هل السيسي سوف يحضر هذه القمة؟
قال سامح شكري في حوار خاص به وكالة الأنباء الإماراتية إن القمة العربية المرتقبة لها أهمية خاصة كونها القمة الأولى بعد انقطاع طويل فرضته جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها ستتيح الفرصة للزعماء العرب للتواصل والتشاور وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الدولية العديدة التي تواجه الأمة العربية. هذا كان أول تعليق من سامح شكري لوكالة الأنباء الإماراتية حول القمة العربية. ماذا يعني هذا الكلام؟ السيسي لحدود هذه الساعة لم يؤكد حضوره للقمة. فإن كنا نريد أن نربط الأحداث، العلاقات المتوترة بين مصر والجزائر، التوافق الذي نراه الآن بين مصر والخليج لإلغاء القمة أو تأجيلها، وأيضا غياب بن سلمان وعدد كبير من القادة العرب والخليجيين، هذا الأمر يدعو إلى أن السيسي لن يحضر القمة. وما يثبت هذا الأمر تصريحات سامح شكري وزير الخارجية المصري الذي لم يؤكد على حضور السيسي، وأيضا في ذات الوقت لم ينفي. ومن هنا نعلم إن القمة العربية أصبحت تتأرجح في سماء الجزائر. وننهي الحديث بجملتين: فاقد الشيء لا يعطيه، وباي باي للقمة العربية. ودعونا الآن ننتقل في ذات السياق إلى فرنسا تلعب بالنار مع المغرب. رغم الأزمة الصامتة بين فرنسا والمغرب، فرنسا توجه اتهامات غير مقبولة للمغرب. الحكومة الفرنسية تخرج الآن بتصريح مثير. الحكومة الفرنسية تتهم المغرب بعرقلة ترحيل المهاجرين السرية. اتهم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفي فران اليوم المغرب بأنه لا يريد استقبال المهاجرين المرحلين من فرنسا. وقال فران أن جائحة كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق جعلت عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين من فرنسا أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن فرنسا تأتي في صدارة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل مهاجرين. وفي مقابلة مع قناة سي نيوز الإخبارية أشار أوليفي فران إلى أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي استقبال رعاياه، مضيفا إلى أن فرنسا تحاول عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر والمغرب حل هذا الأمر. ولفت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن فرنسا قامت منذ نحو عام ونصف بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا. وبحسب وزارة الداخلية فقد ارتفعت جميع عمليات الترحيل للأجانب في وضع غير قانوني في عام 2021 بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2020، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن مستوى ما قبل كوفيد لعام 2019. يتم تنفيذ 30% فقط من التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، لا سيما بسبب تعدد الطعون القضائية. وعلى هذا الأساس في ظل الأزمة مع المغرب فرنسا تعود مجددا لقضية المهاجرين وخفض التأشيرة. هذا ما أتى عن الحكومة الفرنسية، فرنسا التي تعيش بأكبر حالاتها العنصرية. وعلى هذا الأساس ها هي أصوات من داخل فرنسا، وعلى سبيل المثال ساركوزي ينتقد رؤساء البلديات الفرنسية الذين قرروا مقاطعة مونديال قطر. في مقابلة أسبوعية اليوم دافع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عن تنظيم كأس العالم في قطر، معتبرا أن كرة القدم ليست حكرا على الغربيين. وقال ساركوزي: كرة القدم هي رياضة عالمية، ويجب أن تكون كل منطقة في العالم قادرة على تنظيم مسابقة دولية، وهي ليست حكرا على الغربيين فرنسيين أو إيطاليين أو
أمريكيين أو بريطانيين. وأضاف متأسفا: ألاحظ أن جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية كبرى في السنوات الأخيرة كانت موضع جدل متعدد على غرار الصين وروسيا والبرازيل وقطر. اليوم يجب أن نمنح كل من هذه البلدان المضيفة الفرصة لإظهار خبرتها وانتظار كيف ستمر هذه الأحداث قبل الحكم عليها. وانتقد ساركوزي نفاق رؤساء بلديات مثل باريس ومارسيليا وليون الذين قرروا عدم الترويج لمونديال قطر عبر حظر مناطق المشجعين أو الشاشات العملاقة في مدنهم. واستهدف ساركوزي عمدة باريس آن هيدالغو قائلا: إنها تبدو راضية جدا عن امتلاك وتمويل القطريين لنادي العاصمة الفرنسية، إنهم على حق، لكن هذا يبدو لي أكثر جاذبية من وضع وتركيب شاشة عملاقة. بالإضافة إلى ذلك أيضا انتقد سياسة ماكرون على ما يبدو جميع الأصوات داخل فرنسا اليوم لا تعجبها سياسة ماكرون. ماكرون الذي أوصل بلاده إلى حلقة مفقودة وكان سبب تدهور العلاقات المغربية الفرنسية. تفاصيل تكشف لأول مرة. قال سمير بنيس المحلل السياسي: إن المغرب وفرنسا يعيشان قطيعة سياسية ودبلوماسية بدأت منذ 3 سنوات وتفاقمت خلال الشهور الماضية. وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن بوادر الأزمة بين الرباط وباريس بدأت منذ تعيين ماكرون للسفيرة لوغال التي لم تكن تجمعها علاقات متميزة مع المسؤولين المغاربة، معتبرا أن هناك قطيعة دبلوماسية واضحة بين البلدين. وتابع المحلل قائلا: أن تترك سفيرة فرنسا لدى المغرب منصبها ويتم تعيينها في الاتحاد الأوروبي دون توديع الملك ووزير الخارجية، فذلك أن العلاقات بين البلدين لمرحلة غير مسبوقة من التوتر وأنه لم يعد هناك تواصل بين البلدين. وأوضح المتحدث أنه في الأعراف الدولية حينما ينهي أي سفير مهمته فإنه لا يغادر منصبه حتى يلتقي مع رئيس البلاد المعتمد فيها ليودعه. قبل أكثر من سنة انتهت مهمة سفير دولة من أهم دول آسيا وانتظر أكثر من 2 شهر حتى التقى بالملك محمد السادس ليودعه. ورأى المتحدث أن رد المغرب لم يتأخر حيث بادر للتعامل مع المثل مع فرنسا حينما قرر الملك محمد السادس تعيين محمد بن شعبون سفير المغرب لدى فرنسا في منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمارات، ما يعني أن المغرب سحب سفيره بصمت. وأشار المتحدث إلى الخسائر الفادحة التي سوف تلحق فرنسا، أنه لا شك أن هذه الأزمة سيكون لها عواقب وخيمة على مصالح فرنسا في المغرب، وهذه الأخيرة تعي ذلك جيدا، كما تعي جيدا أن صورتها في المغرب وصلت لنسبة متدنية وأن المغاربة أصبحوا يستفيقون من ثباتهم ويعون بأهمية التخلص من نفوذ فرنسا على الحياة الاقتصادية للمغرب دون أن ننسى تأثيرها اللغوي. وختم المتحدث حديثه بالقول: هذه الأزمة بدأت منذ أزمة التأشيرات لكنها أزمة موجودة ومستقرة طالما أن فرنسا لم تقدم أي موقف واضح اتجاه الصحراء المغربية. هذا ما كشفت عنه التقارير منذ ساعات معدودة، ونقول لفرنسا عليها أن تسير في المسار الصحيح، ونقول لماكرون المغرب كبير عليه. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تشلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجو وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة إكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن
يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.